السلام عليكم. كنافة رمضان من ألذ الحلويات الرمضانية اللي كلياتنا منحبها ومنعشقها، ما في حدا إلا ولازم يأكل كنافة برمضان. فلذلك شو رأيكم اليوم نعملكم وصفة كنافة ولا أروع وما دقتوا مثلها بحياتكم وبالبيت وبأبسط مكونات، والمكونات كمان كلها متوفرة عندكم. تابعوني، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير، ويلا نبلش على طول. أول خطوة رح نبدأ بتقطيع الكنافة. الكنافة نحنا فينا نقطعها بأكتر من طريقة، ممكن بإيدنا، ممكن بالسكينة أو بالمقص، فيكن كمان تجمدوها بالفريزر وتطلعوها تكسروها. ولكن أنا اليوم ما بدي أقطع الكنافة كلياتها تقطيعة واحدة، تلت الكمية عندي رح أقطعها بالمقص تقطيع ناعم شوي، وبعدين رح فرفدها بإيدي مثل ما أنتو شايفين لأنه هي بتكون شوي ملزقة ببعضها. والقسم الثاني ما رح أقطعه بالمقص، لا، بإيدي رح فكفكه، فحتلاقوا في قسم خشن وفي قسم عندي ناعم اللي هو على الجنب اليمين من الشاشة. وخطوة كتير مهمة أنه نحنا نفكفكها بإيدينا ونناعمها لحتى ما تكون لازقة ببعضها أبدا ولا في أي كلكيع. تاني خطوة رح نبدأ نضيف السمنة عليها، يعني 4-5 معالق كبار لهي الكمية حلوة جدا، لحتى نزود نكهة زيادة شوي للسمنة، لأنه السمنة الأساسية تبع الكنافة نحنا منحطها بالصينية نفسها وما منضيفها على الكنافة. هلا رح بلش افركها كتير منيح لحتى لاقي السمنة دخلت فيها كلياتها، وحتلاقوا شايفين القسمين مثل ما هن، الناعم والخشن. هلا رح جيب الصينية تبعي اللي أنا رح حط فيها، أنا استخدمت صينية مدورة، فيكن تستخدموا المقاسات اللي أنتوا بتفضلوها، يعني هاي الصينية تقريبا 27-30 سنتي، حلوة جدا جدا وحتعمل لي كمية حلوة. رح نبلش ننصر عليها الكنافة بعد ما دهناها بالسمنة كتير منيح. الكنافة اللي ضفتها مجرد كمية غطت لي الصينية بدون ما بالغ بكمية الكنافة اللي عم ضيفها. بالكاسة ضغطتها وخليت لها حواف عالية شوي مشان لما ضف لها بعدين الكريمة. هلأ شايفين هاي الفراغات؟ هاي الفراغات رح أبدأ أحط عليها من الكنافة الناعمة اللي أنا قصيتها بالمقص. فالكنافة الخشنة أنا فردتها بالصينية، والكنافة الناعمة هاي الصغيرة أنا مجرد بس رح سد فيها الفراغات. ولو تلاحظوا أنا ما كترت كتير كنافة لحتى تكون هشة وخفيفة معي بالأكل. مثل ما أنتو شايفين بالكاسة كمان رح أضغط عليها ورح نخلي مثل ما قلنا الحواف عليه، كأنه إحنا عم نعمل صينية تشيز كيك. هلا صارت الصينية جاهزة، دخلتها على الفرن، طبعا هو محمى مسبقا. جبت صينية الكب كيك كمان نفس الشي، حطيت فيه سمنة، والسمنة بندعمها كتير منيح مثل ما اتفقنا. هلا رح برش حط من الكنافة الخشنة بكل فراغ فيها بهذا الشكل. كتير كتير سهلة هاي الطريقة، وانا كتير بحبها لانه فيها شياكة، وخاصة لو انتو عندكم ضيوف فما في داعي انه انتو تقطعوا ولا تسووا فيها اي شيء غير انه انتو تقدموها، وبيبقى شكل رائع وفاخر جدا. فنجان صغير نفس الشي رح اضغط عليها، واذا لاحظت في اي فراغات رح ضفلها من الكنافة الناعمة اللي انا قصيتها. زبطت الصينية، رح دخلها كمان على الفرن وبلش بتحضير الكريمة. رح حضر لك كريمة ناعمة جدا وبسيطة واقتصادية بدون أي افتكاسات ولا أي اختراعات، وكمان طعمها رح يكون رائع. رح استخدم الدقيق بربط الحليب، وما رح ضفله لا سميد ولا حتى كمان نشا. ليه؟ لحتى يكون قوامها كريمي، أنا بدي أحشيها كريمة ما بدي أحشيها قشطة. فحتلاقوا قوام هاي الحشو كتير ناعم وخفيف، والسكر طبعا منضيفه حسب الرغبة، وأنا المكونات كلياتها كتبت لكم إياها بصندوق الوصف. رح أخلطهم كتير منيح وضيف الحليب، وبعدين أخده على النار وتحريك مستمر على نار متوسطة لحتى يصير قوامه كريمي. هلأ صينية الكنافة طلعت، وبعد ما طلعت رح نسمها تنسيم بالقطر، وما رح كتر لها كتير من القطر أو الشربات لحتى ما تكون طرية. قوام القطر أنا عملته متوسط، لا له خفيف ولا له تقيل، وكمان تركت لكم المكونات بصندوق الوصف. هلأ هاي الصينية رح أخدها على جنب لحتى شوي تهدى، وجيب الكريمة تبعي. هاي الكريمة صارت جاهزة، شايفين قوامها؟ قوامها كتير حلو. رح ضفلها معلقة زبدة أو معلقتين مثل ما بتحبوا.
نحركها كتير منيح حتى نلاقي الزبدة دابت. وعندي واحدة من بسكوت الأوريو، في له اسم تاني هون ومصنع صناعة وطنية، كسرته وضفته للحشو رح يعطيه طعم رائع جدا جدا. هاي الكريمة كتير طيبة وأنا بحبها وبعشقها، حتى أنا عملت منها آيس كريم. رح ضيفها لصينية الكنافة مثل ما أنتوا شايفين، كتير كتير الطريقة سهلة وبتتحضر معكن بدقايق، ما بتاخد وقت أبدا. كمان فيكن تضيفوا نكهات تانية غير الأوريو، فيكن تضيفوا زبيب أو جوز هند، فيكن تضيفوا سوداني مكسر أو مكسرات. كمان فيكن تستبدلوا الأوريو ببسكوت اللوتس، حيطلع طعمه خرافي رائع جدا. هلا رح دخلها البراد ساعة لحتى تبرد، وممكن أقل من هيك لأنه هي طبقة خفيفة فما بتاخد وقت أبدا لحتى تبرد وتتماسك شوي. الصينية الثانية الكنافة الكب كيك صارت كمان جاهزة، طلعت من الفرن. كتير مهم أنه نحن نتابعون لحتى ناخد اللون المزبوط. نفس الشي ونفس الخطوات رح نسمن كمان شوي بالقطر، إذا بتحبوا تزودوا عن هيك زودوا. الموضوع راجع للحرية الشخصية لأنه كل حدا فينا ذوقه غير التاني، ونحن كلياتنا أذواقنا مختلفة عن بعض. ضفت الكريمة وهلأ رح دخلها كمان على البراد لحتى تبرد وابدأ بتحضير الطبقة التانية. نفس الشي ونفس المكونات رح ضيف الدقيق. ميزة الدقيق على فكرة بالحليب بيعطيكم قوام كريمي، يعني ما بيتماسك مثل لما نحنا منضيف النشا. النشا بتلاقوه عنده تصلب أكتر من الدقيق، فأنتوا لما بتضيفوا الدقيق بتاخدوا قوام كريمي. ضفت كمان كاكاو، كاكاو خام لحتى يعزز لي النكهة والسكر تبعي، وبخلطهم كمان كتير منيح للمكونات الجافة قبل ما انزل عليهم بالحليب. نفس الشي ضفنا الحليب، رح نحركهم لحتى يدوبوا كتير منيح على البارد، وبعدين ناخدهم على نار متوسطة ونضل نقلب لحتى نحصل على القوام الكريمي هذا الحلو اللي انتو شايفينه. وبعد ما شلناها من على النار رح ضفلها كمان معلقة زبدة كبيرة، وهي اختياري بس رح تعطيكم نكهة كتير طيبة وغنية للكريمة. شوفوا قوام الكريمة كيف صار. فيكن كمان نفس هاي الكريمة تستخدموها بالكيكات، بيبقى طعمها كتير رائع لو انتوا بتغلفوا فيها الكيكة من برا، طعمها خطير جدا. وكمان لو زودتوا ذرة قهوة او نسكافيه حيعطيكم طعم خطير خطير. هلأ رح افرد الكريمة الشوكولاتة فوق الكريمة الاولانية، شوفوا كيف شكلها ناعم وبتنفرد بكل سهولة وسلاسة. هلا بعد ما نفردها انا زينتها بقطعة بسكوت، طبعا رح حطها بالبراد تبرد شوي قبل ما رش عليها الكاكاو. ونفس الشي الكب كيك كنافة رح ضيف عليهم الطبقة التانية من الكريمة. التزيين بيبقى حسب الرغبة ومثل ما نحنا منحب، بس كتير مهم انه نحنا نتركهم يبردوا قبل ما نبدأ بالمرحلة الاخيرة اللي هي التزيين. يعني الكريمة نستنى عليها شوي هيك تبرد بالبراد، وما بتاخد وقت كتير لحتى تبرد. أنا زينتها بقطع بسكوت، وكان عندي كمان قطع شوكولاتة اللي هي بتبقى محشية بالفول السوداني، رشة كاكاو رح يعزز لي نكهة الشوكولاتة ورح يعطيها طعم رائع جدا جدا. ما رح قلكن على هاي الكنافة طعمها خطير. الطبقة هاي اللي بالنص مع الكريمة الشوكولاتة وسهلة جدا وبسيطة وما بتاخد وقت ومكونات بسيطة جدا جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم بالكومنتات، وإذا عجبكم الفيديو وصلتوا معي لهون ما تنسوا اللايك والشير، وانتظروني في فيديوهات جديدة وأكلات جديدة ووصفات جديدة. وما ننسى أنه أي أكلة لحتى تكون حلوة لازم نحن نقدمها بكل حب. وبشوفكن على خير، وتقبل الله صيامكم وسلام.